السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل قصتنا بذاق الحمام ويا الباب تأثر. حسام بوت العمي وضعت خربط وطاها وشكله قافل والحجي وياه لا يقدم ولا يأخر. قررت أتدخل ساعته، لازم أضحي لخاطر عمي ولازم أتنازل عن مبادي حتى أجازي تربيته وتعب علي بكل هالسنين اللي فاتت. حسام ممكن تهدون شوية وتسمعوني لي تحكي ولي يحكي؟ حسام أنا أريد أتزوج عسل أول ما تخلص العدة. الكل صفن بوجهه متعجب، أما عمي فطلعت ردة فعلي على شكل ابتسامة بس ما كانت عادية، عرفت انصدم من قراري. حسام هاي شنو؟ ساكتين خيركم؟ طاحة تحكي صدق لو تشاقة. حسام وليش أتشاقة؟ هاي أختكم المستعيرين منها، أنا أتشرف بيها وبنسبها. صح غلطت وغلطتها غلطها كبير بس تبقى بيت عمي ودمي ولحمي ومستحيل أتخلى عنها بالوقت اللي أنتو تتحاربوها بيه. ثانية ضد العسل ربيتها على إيدي وعاشرتها أكثر حتى أكثر منكم، بس أنا عندي ثقة بيها وبتربيتها وأعرف العيبة ما تطلع منها ومتأكد تعلمت من غلطت وأخذت الدرس. قاسي ما تنسى كل حياتها والله غفور رحيم. فداء حسام أنت ما مجبور، قاطعته قبل لا يكمل كلامه. حسام منو قال لك مجبور؟ ترى أنا رجعت أطلب إيدها بإرادتي مو مثل ما سابقا عفتها بإرادتي. مو حسام اللي ينجب على شي فتاة، أنا اللي أشوفه صح اللي أسوي وكلام الناس عندي لا يقدم لا آخر. احتمال هسب داخلكم تقولون علي مخبل بلا كمامة مو رجال عادي احشو مثل ما تريدون، المهم أنا مقتنع بعقليتي وتفكيري ما دام ما مسوي شي حمام ولا عيب. ليث ما عاش ولا كان اللي يحكي عليك هيجي، بس أهلك شلون حسام؟ أمك وأخوك راح يقبلون بزواجك من عسل بعد كل شي صار. حسام أهلي عوفهم عليه، بس كل اللي أريده منكم يظل هذا الموضوع بيناتنا حاليا، يعني لحد ما تكمل عسل عدتها وراها فاتحكم الموضوع لهذا لذاك الوقت. أسر هم يرجعنا بالسلامة وأقدر أحكي ويا أباحتي. ليث والله ما أدري شو أقول لك يا وليدي. حسام شبيك عمي ليش متردد؟ أكو شي ببالك ما أعرفه. ليث أنا أريد لك الخير حسام. حسام أضحك، لي الزواج من عسل ما بي خير يعني؟ ليث راح تتعب وتعاني هواي سواء منها أو من أهلك. حسام عادي متعود على التعب مو جديد علي السالفة، بس المهم ما أسوي شي أنتم ما راضين علي تحديدا أنت وأمي. ليث إذا عليك ما أرضى من يستاهل رضاتي، روح وليدي قلبي ربي راضين عليك. هي النشمي ما ضاعت تربيتي بيك والحمد لله من تعبي أتجازى بعد كل السنين اللي ابني مني وبي ما جازاني وقف مثل ما حبجي. حسام لو ما نسوي لك عمي نبقى قنصرين بحقه، كل اللي قاعدين قدامك مقدمين تعبك علينا، بس مو الكل يقدر يبني يبين لك هذا الشيء. مو صح طاهر؟ طاهر صح حسام صح. وقام باس راس عمي يعتذر آسف يابا، مو قصدي أصيح عليك ولا أتعمى أذيتك، بس أنت الهم لازم تعذرني بعد كل صار. ليث لو تجمع حروف اللغة العربية من الألف للياء هم ما تكتفي حتى تبرر عملتك. طه تحكي على عسل لأن ذلتنا وما جازت تعبنا وياها، لعد أنت شنو تراك ما تفرق عنها مثل بل حتى أتعس منها، على الأقل هي غلطت واعترفت بغلطها بنفس اللحظة إلا أنت غلطت وتماديت وما اعتذرت إلا بعد ما صار لبالك وارتاح قلبك. روح ما أريد اعتذارك، بس يا ريت الطيب خاطر أمك حتى ترتاح بحياتك بعد كل الدعاوي اللي دعتها عليك. طه بس باوع عليها قبل بشت على السريع وباس إيدها وراسه. آسف يوم عذريني وأرضي عني بقلبك الكبير وعودتيني عليها دائما. زينب شو أسوي لك طه بحمام عليك؟ منين تريدني ابني؟ وين انتهي من ابوك اللي اخذت نص عافيته وبعملتك لو على قلبي الحبكته، وانا اشوفك تتجاوز علي وعلى بعد هذا العمر. لو اختك تعرف شنو يعني اختك، روح شوف حالتها وين وصلتها لك، صارت جنازه. لا تاكل لا تشرب حتى حكي ما تحكي بسببك، لان ما تخاف ابوك لا بقلبك ذره رحمه على اغرب ناسك واهلك. طه ما يخاف ما يخالف يما كل شيء يتصلح ويا الايام، بس ما يصير تظلين زعلانة عليه وفهمك كفاية. زينب ما أقدر أسامحك بهالسهولة، خلي أبوك يرجع يوقف على حيله وأختك ترجع لعافيتها وصحتها وضحكتها اللي انحرمت منها بسببك وبسبب غيرك. ساعتها عود أفكر أسامحك وأنسى سويته. طاهر يوم زينب اللي عندي قلت طاهر ترى قلبي موجه منك، لذلك أحسن لك تصلح كسرته بدل ما واقف قدامي كأنك ما مسوي شي. ليث بالضبط هي هاي المشكلة، حضرتك لحد الآن ما
تعرف بغلطتك وتشوف نفسك صاحب كل اللي سويته، فما أشوف أن أكو فايدة من اعتذارك السطحي. طه ليش ما حد منكم راضي يفهمني؟ يفهمني ليت ما تفهمنا أنت، ساعتها نحاول نفهمك. روح اقعد ويا نفسك وفكر، قول أنا سويت وشلون وصلت نفسي وأهلي لهالمرحلة من التعب والأذية، ويا ريت لو تخلي نفسك مكاننا حتى تفكر صح، وبعدين عود تعال نحكي بالموضوع. فدا أهلي وياهم الحق. طه أنت غلطان ولازم تتحمل نتيجة غلطك، مثل ما حضرتك تطلب من عسل تتحمل نتيجة غلطها. طه ماشي فهمت، باو علي وقال شنو هسه راح تتزوج هالولاء حسام؟ حسام طبعا بس إذا عمي وافق. طه شو تقول يابا؟ ليث حسام وليدي ما أريد أظلمك ويانا، أنت تستحق الأحسن وتستاهل تبدي حياتك ويا وحدة تقدمك وتصونك. حسام قاطعته بسمع عمي، عسل تربيتك وأنت أكثر واحد تعرف هي شلون متربية صح والغلط اللي ارتكبته بعقل ومراهقة وفكر فكر طايش ومستحيل تكرره بعد كل اللي صار، والأهم من هذا كله لأكيد تعلمت منه، صار لها درس ما تنسى طول حياتها. ليث شو تقولون يابه؟ فذا ده هو رايدها ونلقى أحسن منه. طه صح كلام، فذا ماكو مثل حسام على الأقل منه وبينه، وأكيد راح يستر عليها ويمنع القال والقيل، راح يصير بعد ما يعرفون الناس بطلاقها. ليت هذا ها طه سمعت حسك ما سمعت حسك يعني. طه يابا انت تعرف كل زين انا اكثر واحد ما مأيد هذا الزواج، ومو هسه من زمان. ليت لعد والخير عليك وليدي، حسام خير اللي يصيبك عمي، يلا استأذن هم يلا اشوف امي واسبح حتى ارجع الاسف. ليت اخذ راحتك. حسام سلمت عليهم وطلعت للباب، حسيت على فدا واقف وراي، دبت باوعت له كان يبتسم بوجهي ويحضني حيل. فدا شكرا لك حسام، صدق لو قالوا ما حد يشيل الهم غيابه ابن العم. حسام يوم عوض شو سويت قابل؟ ترى انا رايد هالعسل وانت تعرف هالشي من زمان. فدا لا سويت حسام، لو ما انت هاي المشكله ما راح تفض لا بعدين ولا 2000 سنه. زواجك منها راح سكت طه تنهي الزعل بيننا وبين ابويا، الاهم من هذا تمنع كلام الناس عنها وعنه. اعرف بيك ده تضحي بس تضحيتك هاي راح اشيلها لك عمر كامل مثل دين برقبتي، صدقني يجي يوم اردها الك بي الك لو على حساب نفسي مثل ما تسوي حاليا ويانا. حسام لا تزعلني منك، فدا شنو تضحية شنو دين؟ يا ولا احنا اخوان مو غربوا لي شمو المك انه يشمرني بحجارة بنص راسي، عرضك هو عرضي ما عنده غيره على غيره على عرضه، لا بارك الله ولا بتربيته واصله. انا وياك مو مجرد ولد عم وسلام، احنا نختلف عن ولد عمنا الباقين اللي تربينا سوا، وعمري ما انسى او انكر جميل عمي علينا لان لحم اشتافنا من خير ابوك، واللي وصلنا حاليا انا واخواني ما كان صار لو ما هو من بعد رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تسأل ما يعيون كل سوا ابويا قليل بحقك واحد مثلك. حسام اضحك كافي مجاملات، راح اشوف عن نفسي عليك ترى، فدا يحق لك خلق رجال من ظهر رجال. حسام وتربية رجال لا تنسى. فدا اضحك والنعم يلا روح شوف اهلك، خطية باجي وقع لسانها من قد ما سألتك عليك سألت عليك. حسامي والله وانا هم مشتاق لهم كلش، فوق ارجع فوت ارجع جوا، ودير بالك على عمي خصوصا من طاهر، ترى مو حمل صدمات ومشاحنات بهاي وضعيته التعبانة. فدا لا توصيني حبيبي. حسام مع السلامة. فدا الله ياك سلمنا على الكل. حسام يوصل ان شاء الله. دخلت للبيت بس صحت يا الله اجتني امي تركض، ها خير جاك جابك بوعد لا صفح شنو ما تبديني اجي هسه اخلي وارجع وياهم، لا يما مو قصدي بس والله بس يعني شلون عفت اسر وجيت. حسام ابن عمي علي يما لا يضل بالك ويام، وشلون صار طمني. حسام الحمد لله احسن الحمد ان شاء الله، ويام لا تخليه وحده فدوى طولك الحلو ليدي. حسام شنو السالفة يوم ما جيت اشوفكم واسبح واغير هاي الملابس اللي علي وارجع له؟ اللي سمعت يقول عايفة بالشارع ويام غير خايفة علي. حسام انا ليش ما تخافين علي؟ مو انت تشوفين داقني التعب؟ ويام هاي شنو بس لا تغار من اخوك ولك. حسام اضحك يوم لا يوم اتشاق وياك وبست ايدها، ويا مش عندي غيرك انت واسر، الله يخليكم الي ولا يعويني بيكم سوء. حسام يخليك انه شمعة بيتنا. عرفتها وطبيت جوا، لقيت بيبي تتفرج تلفزيون بس شافتني اخذت عصاتها تقوم وفكرت عليها قعدتها وبست راسها. حسام يخليك ممتاح حبيبي حجي، شلونك يوم مشتاقين لك، اخوك شلونه؟
صاب الشمل إن شاء الله أحسن. حسام إن شاء الله اشتاقيت لكم أخويا زين، ويسلم عليكم الحج الله يسلمه ويسلمك وياه. حسام فيوضة وين لعد ويام يوم عسل، بنت أروح له ذكرت ما يصير أشوف عسل، حاني اندبت وجهي بوعة الأمي صافنة علي أدري كلش زين وبشنو تفكر. والله يساعدني حتى أقعد أقنعها بزواجي من عسل، اللي هو شي حيل صعب بس أكيد مو مستحيل. حسام يوم بلا زحمة أي صيح يدي فيض خلي تجي وضعي الغرفة محتاجها إن شاء الله. ويقام يموت الدلل صعدت غرفتي تمدد على الجباية صعدت قبل ما نايم نوم وأوادب، بحيث وجع ظهري ما ينوصف من نومة الكرسي. غمضت عيوني وإجيت أغفى إلا شوية ما فيض، دقت الباب وطبت فيض، هلا حسام شلونك؟ حسام هلا حبيب تعال أريدك. فيض شلون صار أسف؟ حسام زين وسلم عليك. فيض الله يسلمك قعدت على الشباك فوالي وانا صافن البجر واحكي. حسام شبيك ساكت؟ حسام عسل شلون صارت؟ فيض مو زينة عسل كلش مو زينة وحالتها دا تتراجع يوم بعد يوم. حسام ليش شبيها احكي؟ فيض ما عرف ايش سوى طاهر. حسام لا عرفت بس شي بسيط انتي سولفي لي بالضبط صار وياه. فيض اجا فجأة وما ادري منو قال له هي هنا وعينك ما تشوف ايش سوى بيها، جنزها لحد ما فقدت الوعي. حسام ضربها قوي يعني. فيض يا غاب شوف هذا غاب غاب احتار شلون يضربها، ولا خل حزام ولا ايد ولا رجل ايش قد حاولنا وياه يهدى، بس بعد ما ارتاح ولا فك يا اخ عنها انه ما شافها تكومت بالقاع بلا نفس. حسام الله ياخذك يا طاهر زين احكي لي هي ايش قالت، ما حكيتي وياها بالموضوع. فيض ما تحكي. حسام شنو يعني ما تحكي؟ فيض يعني ما تحكي. حسام من الباحة لليوم لا حس ولا نفس، مجرد تفتح عيونها وتسدها هذا كل اللي تقدر تسويه حتى أكل ما تاكل. حسام صديق تحكي فيض؟ فيض والله أتصور انصدمت منها وهي منها حالتها النفسية تعبانة، فكمل كملت وياها للأخير. حسام زين شلون عايف فيها هيك ما أخذها فدا للدكتور. فيض هو غير عمي تخبط وإن شاء الله وياه، بس اليوم خابوني قال حجز لها يم الدكتور بالليل راح اخذها والها. حسام فيض لا تعوفيها حاولي تخليها تاكل مو زين تضل شي. فيض والله ما عافتها ايش قد حاولت احكي لها بس ماكو، اقول لك بس حتى متى مش لو تشوفها راح تنصدم من حالتها مثل ما صدمتها صدمتها واكثر. حسام اخ يا ربي المشكله ايدي متربطه هسه لان هي فتره عده ما اقدر اتصرف وياها اي شي، بس اكيد فدا ما راح يقصر. فيض لا تخاف كل شوية يتصل ويسألني عنها ما عايفها ابد. حسام ماشي راح اقوم اسبح حتى ارجع المستشفى بالليل اخابج حتى تطمنيني عليها مو ما تردين وتشيلين قلبي وياك. فيض اصلا انا ما حروح وياهم بس ارجع اخابك واقول لك بكل شي صار. يلا هسه خلي اقوم احضر لك الملابس حتى تسبح. حسامي عاشت ايدك، راحت الكنتور وطلعت الملابس وجاءت تتباوع عليه. حسيت على طرف لسانها كلام ما تقدر تحكي. قولي فيض ايش عندك؟ فيض بعدك زعلان من عسل؟ حسام ليش هالسؤال؟ فيض يعني ما بيها مجال تسامحها وتخلصها من الضيم اللي هي بيه. حسام الله كريم مو وقت الحكي هسه. اخذت ملابس ورحت للحمام، سبحت على اسرع ونزلت سلمت عليهم حتى ارجع الاسر. ما افتح عوفه واحده خصوصا سواه بيه لحد الان ما قدرنا نوصل له. فيض الليل اجى فدا، اخذنا الدكتور ساعه كامله ننتظر برا والخوف ما كنا عليها لان وضعها ابد مو تمام، حتى حركه ما تتحرك ابد ما لقت يساعدها. شوية ودق الجرس دخل السكرتير وطلع صاحنه قمنا على السريع. فداها دكتور بشر، دكتور صاير وياها ليش حالتها متفاجعة هالشكل؟ شنو وياها هاي الاثار على وجهها؟ فدا مشكلة عالية وقعت براسها للاسف دكتور بس ما يصير هالشكل. فداها استونا نقول يا الله بدأت تتحسن ورجعتون للسالب حتى مو للصفر. فدا شنو يعني؟ دكتور اختك حاليا فقدت النطق بسبب الصدمة هي حالية، هاي الحالة نسميها اضطرابات تحولية، يعني هي ما عندها اي مشكلة بجهاز النطق بس لكن هاي الشي راجع النفس الحالة النفسية اللي تمر بيها. تشوفها شلون هادئة وتبين لا بالية ومهتمة، ما مهتمة للكل اللي يصير دائما دائرها، بس هي بالحقيقة مو هيج. هي حاليا تتصارع داخلها حتى تحكي وتتحرك وتجاوب على أسئلتي وأسئلتكم المتكررة، بس ما قاعد تقدر لسبب خارج عن إرادتها وسيطرتها. يعني أختصر لها الكلام،
تصل الكلام بهاي الجملة عسل ما عدا أي علة أو مرض عضوي، إنما الأمر كله معتبر في صدمة نفسية حادة جدا، خصوصا إن هي عندها حالة نفسية سابقة وهالشي ساعدها على التوصل للوضع اللي هي بيه حاليا. فدا وشنو الحل دكتور؟ لازم أختي تتحسن بأسرعات. الدكتور راح تتحسن إن شاء الله، ولا وبس لازم تتلزم كورسات العلاج النفسي، يعني كل أسبوع عندها موعد يمي يجيبوها بالموعد المحدد، والله يقدمني حتى أساعدها وترجع لوضعها الطبيعي وتخلص من هاي الحالة. فدا هي أكيد دكتور أجيبها شو وقت ما تريد دكتور، كل خميس الساعة 6 أريدها يمي. فدا صارت تدلل دكتور ماشي، هذا العلاج ضروري تاخذه بوقت محدد حتى يساعد على أعصابها على الاسترخاء ويقلل من التوتر اللي تحس بيه، يعني تقدر تعتبره مكمل لمراحل العلاج راح نبدي بيها من اليوم، بس ما يجيب نتيجة إذا ما التزم بأوقات الدواء. فيض لا دكتور، انا راح اعطيها بالموعد المحدد لا تشيل هم، الدكتور زين العاد ما عادها غير العافيه ان شاء الله. فدا الله يعافيك. سند عسل قومها وهي بغير عالم، حتى من شنت كنا نحكي احسها مو ويانا ولا حتى تباوع علينا، صافنا على الحيطان وبس. طلعنا من العياده تعمدت اقعدها بالصدر، وقعدت لي ورا، ظل فدا يحكي وياها طول الطريق عسى ولعل تتجاوب وياه، بس ماكو اي نتيجه. ظل مثل ما هي صافنة لحد ما وصلنا للبيت، مر أسبوع على نفس الوضع ما شفنا عسل على عسل أي تحسن. رجع فداء أخذها الدكتور وسأل عن حالتها، قال له يحتاج لها فترة يلا تجاوب وياكم، وطبيعي ما راح تحسون بفرق إلا بعد كم أسبوع من كورسات العلاج. للي كانت قاعدة فوق راسها أحكي وياها مثل ما طلب الدكتور، عسل على تجاوب وياي. باوعت عليها تذبل كلش قد باجي وخيالي يحاولون يقولونها يوكلونها يومية، بس لا تاكل خلف الله على السوائل عليها عايشة المسكينة. صارت الوحدة دارت وجهها عني ونامت، اخذت الموبايل وطفيت الضوء وطلعت اتصل بفدا، لقيت الانتظار رجعت اباوع الساعة اي بالوحدة، يعني متوهمة زين لعد ويا من ده يحكي بهيج وقت. بغيت انتظر اتصال على اعصابي لحد ما اختنقت، فتحت الباب وطلعت الحديقة اشتم هوا شوي، وجتني رسالة منه حياتي شوية وخابج لا تنامين. فيض ماشي حبي ماشي فدا نشوف تاليها وياك بسيطة. قعدت لما رجعوا باوع النجوم لا بعدين حسيت دموعي نزلت، ايش قد ما هو زين وياي ايش قد ما ثقتي بيه معلومة ما اقدر او تراحم ويس موجودة بحياتنا. ربع ساعة واتصل رفضت بعصبية، رجع اتصل مرتين لا جاوبت كان يعيط فيا. فدا هاي ليش تتهضين؟ سكتت ما حكيت شي. ايش فيك فيض؟ مو دا الغي وياك فيض شو تريد؟ فدا شل اسلوبه لك فيض ويا من كنت تحكي ممكن اعرف. فدا ويا حسام. فيض وش عندك بهذا الوقت؟ عندي موضوع وياه يخص اسد. وبنوصل مكالمة حسام بلا زحمة انتظر، بس سددت رسالة لفيض ونرجع نكمل كلامنا مو صح؟ فدا لا انا اتصلت بيه بعد ما دزيت لك الرسالة. فيض اضحك لعد من خابرته قبل الرسالة طلع لي انتظار ويا ما كنت تحكي بس ويا الشركة. فدا لا قابلت كنت تحكي ويا ميس. فيض قبل فقدت اعصابي تحكيها فدا هيجي صارت علني تقول لي عينك عينك، كنت احكي ويا ميس فدا ممكن تسمعيني. فيض لا اسمعك وسديت الخط بوجهه. رجع اتصل بالخمس مكالمة جاوبت اخر شي دزني رسالة جاوبين لا اقوم اجيك بهالليل ونصير في وجه العالم، ما اجاوب شو تبي تسوي؟ وقبل قفلت الموبايل حتى لا يتصل بعد. بغيت قاعد بالحديقة اريد انفجر من القهر، انا افكر كانوا يحجون معقولة رجعت علاقتهم من ورايا وانا مثل الثولة كل شي ما ادري. فجأة سمعت الباب اندق حيل، عرفت الاجابة كانت فتحته قبل لا يقعدون اهلي، كان يدفعها حيل ويجرني من ايدي للحائط. فدا شلون تسدين الخط بوجهي؟ فيض اي وجعتني شبيك؟ فدا وجع من الله اسمعي ولج ديري بالك تعيديها وتفصلين الخط بوجهي. فيض لا ما اعيدها لان اصلا ما راح افتح جهازي بعد. فدا اي مو كيفك ان شاء الله. فيض فدا شترين مني فز فهمني، روح مو كنت تحكي وياها روح اشبع بالعافيه عليك وعليها. فدا يعني والله انت مخبله راح تخبلين وياك. فيض بعت له صفح كان يهدني ويدور وجهه ويدور وجهه على الباب، سده ورجع قاعد على المرجوعة. فدا تعي يمي. فيض ما اجي. فدا تعي خلي اشوع ليش لا تخليني اندم لين حكيت ليش، خليني صريح وياك لان بالصراحة راح. فيض رحت يمه بس لان اريد اتقضي فضولي واعرف شنو كانوا يحجون. طلع جهازه وراح على مكالمته وقال لي هات شوفي بوعت على المدة 5 دقايق ومكالمة واحدة. فدا هاي قدامك 5 دقايق بس. فدا فيض
بعد ما دقيقة شكو جاوبها وليش تحكي وياها على الأساس، فدا على مود أخوك والله، فيض أخويش عليه، فدا مو أبوها هو متكفل الموضوع عسى، وصار مستجدات، فحبيت توشوني تعرفيها بعد، فيض ومتصل ما يتصل أبوها شكو هي، فدا أولا أبوها ما عندي رغمي، وثانيا هو راح يتصل بأبوي باكر، بس قلت لك حبة تبشرني لأن شي يفرح آخر. وأخيرا عرفوا منو تسوى بأسى هالشكل، فيض أبوها الهيبة يقبل تخابر بنص الليالي، فدا وأنا شعل غاب الأخوها وقعد أحاسبها، فيض فدا نعم شبيج وسحبني على حضنه قبل بشيت، هاي شبيج عمري من كل عقلك، فيض تعبت فدا غيبتي عليك تعبتني تحديدا من ميس، فدا وداعتك ما شايلها من قاعها، بس بوعيلي شم مكانة ما متصلة، وها تشوف الشاب وقته شكاتبه فدا جاوب ضروري عندي موضوع وياك مهم يخص أسر عود يلا رديت عليها، فيض أكيد ما خلص الكلام عن موضوع أسر، قلت لك أريد لبشار وأنت قلت إيش تريدين، جاوبت أريدك فدا لأن أحبك وما أقدر أعيش بدونك، فدا أضحك هاي شنو بس لا كنتي تسمعين علينا، فيض بكيت وضربتها على صدره، صديق قلت لك هيجية كان يحضني حيل، فدا لا ما قالت بس أحب أشوف غيرتك بعيوني، فيض فدا احكي الحقيقة، فدا ودعتش ما قالت لأن سديت الخط وبجهة بس خلصت كلامها، قلت لها مشكور على الخبر وقبل سديتها ما خليتها تحكي حرف واحد، فدا سحبت الموبايل من حضنه ومسحت اسمها وبوعد لا أكيد ترجع الخبر ويرجع يخزن الاسم مو صعب عليه، رحت على المكالمات طلعت رقمها وكتبت إن عليه خزنته بالجهاز، فدا أضحك هاي سويتي، فيض لا تضحك ودير بالك تغيره والله ساعتها أسويها وياك زعل من صدق، فدا يلا دقت علي يمي مراجعين وشوف الاسم شو راح يكون ساعتها، فيض عادي اكو على زل هم طلع روحك لزقة هم طلع روحك، لذلك كاتب على رقمها نعالة شنو وقف رجعت أدلة الاسم النعالة، فدا اضحك خاب عقلك هسه بس يشوفوني لابس حلقة يقولون هاي اكيد خطيبته، فيض خلف الله عليك هسه صرت انا اتقارن من على الحمام مالتك، فدا اضحك كافي والله قلبي وجعني من الضحك، فيض وعلي مدى تضحك بس لا علي، فدا لا على نعال الحمام واضحك، فيض فدا ماشي ما راح اضحك بس الصبر شوية باب علي ورجع ضحك والله ما اقدر شكلي شي ضحك مو ويني، فيض ماشي ظل اضحك للصبح رايح انام انا دا اقومه كان يسحبني حيل وقعت بحضنه عدل قبل لزمني خاصرتي بيده، فدا وين رايح حياتي، فيض شو تريد مني، فدا اريدك لا تقولي لي يجي احد لين الكل نايمين هسه، فيض سكتت بحد كان يباوع على ملابسي، فدا ايش لابسه ولج، فيض شنو لابسه باوعت ملابسي تراك عادي بس برمودة ولاطش على جسمي وفوق لجوا من فوق صلوخ، فدا عود هاي الملابس لبسين قدام اخوانش، فيض لا طبعا ما راح تلبس من الانام لان خفيفات واذا ماكو احد بالبيت هم البسين بس من موجودين ما البسها شي قدامهم، فدا يعافيه عودت عليه شويه وتقرب باطني من شفتي ذبت بايده بسرعه ونسيت كل شي ما حسيت الا لمساته الجميله على جسمي قبل، قمت من حضنه فيض يلا روح كافي من وراك دوام، فدا شويش خفتي مني، فيض لا ليش ما دا اخاف بس لا الوقت ولا المكان مناسب هالشي، فدا وش وقت يصير مناسب وجدي استلت، فيض اضحك اصبر ما ضل شي، فدا ماشي لعد راح اقوم بس بشرط، فيض شنو هو، فدا اشر على شفتي بوسيني بسرعة، فيض وتروح فدا اي والله اروح، فيض نقد دا ابوسه كان يباوع صدري لان البودي نزل ويا حركتي قبل عدلت نفسي وعطت بي صاير سبسمي فد نوم فدا فدا يا غير حلالي قابل مباوع على بنت الجيران، فيض غير افقد عيونك اذا سويته، فدا لا تخلي اباوع عليك حتى ما اسويها، فيض اضحك لا والله انت فلا صاحي، فدا قام جنن الحائط وضغط نفسه عليه وكنت هالشي بس انتي خبلتيني، فيض انا فدا اي من حبيتك عيني طلعت كلش، فيض خليت صبعي بعينه تريد ارجعها لمكانها، حياتي كان يسحبها ويعضها حيل اخو لك هاي ليش،
فداء مامي إذا ترجع هي قوة. فيض حبيبي يلا روح، لأن إن شاء الله مبين راح تخرج عن السيطرة إذا تبقى أكثر. فداء هو كذلك وحاط شفته على شفتي بأسني بلهفة لحد ما صيحت ودفعت حيل. فيض يلا تصبح على خير. فداء ماشي علمك، داود يطلع رجع باو علي بس مرة بعد. فيض أضحك، فداء فداء مرة أخيرة والله. فيض باوعت لو تسمن قبل سحبني في الحضن وباسني وطلع بسرعة بدون ما يحكي. سديت الباب ودخلت، ايش قد ما كنت ضايجة قبل شوية، ايش قد ما حسام قلبي طاير من السعادة حاليا. حسام عرفت من فداء ابو ميس مكلف جماعة يحققون موضوع اسر، واليوم عرفوا ياسر وراها مثل ما توقعنا. ثاني يوم ب11 الصبح خبرته من عمي، اجى بمكاني ورحت ويا عمي ليث وفداء حتى نكون حاضرين لما يلقون القبض عليه. وقفنا يوم السيارة ننتظر ينزلون من مكان الشغلة شوية، وشفنا كلبتين ايده والدنيا خبصت دايرة ما دايرة. قبل رحت يمه حسام شفت شلون يلعب ويانا، معناها يلعب ايام حياته بالعد التنازلي. يا سوانا شو مسوي ابو ميت؟ لا تحاول، صاحبك اعترف عليك وشرح لنا شلون اتفقت وياه حتى تقتلون اسر بالسجن. ياسر ماكو هيك حكي، متوهمين. ابو ميس حسن نشوف يلا اخذوه بسمعه. حسام ليفوت من يمي كان يحمس بصوت ناصي، ياسر راح ادفعك ثمن هالشي غالي حتى وانا بالسجن. حسام ايدك ما تطي جبان. ياسر بسيطة حسام، خيال مر شهر صار وقت طلعت اسر من السجن، واقفين بالمويه مخبوصين والشكليت بيدينا منتظرين ضبته علينا شوية. وفتحت الباب وقعت الباب عشر للولد، جابوا ذبيحتين وذبحوهن جوا رجليه بباب البيت. شوية شفته طب قبل دموعي نزلت، ما مصدقة قاعدة اشوفه قدامي ورجعنا بالسلامة. عماتي وباجي وبيبي وخالاتي الكل الخبصة وبالهلاهل يطشون شكليات على راسه. غريب الخمس دقايق يلا خفت الهوسة وبدوا يسلمون عليه. كنت واقفة بالزاوية الولد يمه ملتهين وصعب اروح اسلم عليه. شوية طب جوا حتى ما انتبه لوجودي، دخلت وراهم ورحت المطبخ ابكي واغسل بوجهي. فيض خوخة وين شنتي؟ خيال يمكم بالحديقة. فيض خو ما شفتش، شو ما شفتش خيالي مو كنت مت متبكى. يلا خلي نجهز المطبخ شوية ويجون الطباخين على مود الغداء. فيض شبيش تبكين؟ خيال لا بس فرحانة برجعت بس هنامة بس دموع فرح. هاي فيض حاسة بيك بس مو وقت الحكي هسه، خليني اشتغل وبعدين ان قاعدة سوية. حسام يا بنات همزين لقيتشن هنا، سد باب المطبخ وطلب منه ما اريد مخلوق يعرف بعسل هنا أنا خصوصا اسر. فيض اي مو وصيتني الباحة ألف مرة حسام وأرجع أوصيش. فيض لا تخلين أحد يحس بوجود هدي عبارك. فيض هاي شبيك؟ قفلت الباب عليها من برا وهي هم مسكينة حتى صوتها ما يطلع. حسام مو تعرفونها، وحدها كل شوية تشوفوها خاف تحتاج شي. فيض والله فهمت، خيال لا تشيل هم. حسام هسه شوية وبروح أقعد يمها بس خلي نخلص من هوسة الغنى. حسام زين سوي متعمي. خيال طلع من يمنا والتهيت ويا البنات بهوسة تتغدى والدنيا انخبصت من للظهر. صاب الغدا صبينا للزلم والنسوان أكلا بالصالة لن أسلم معين. كان أسمع حس أسر بالمطبخ قبل وقع الماعون من إيدي بس همزين من الحوض ما انكسر حوراء. يلا والله الحمد لله على سلامتك ابن عمي. أسر بعد الوقت خليها على باكر أحسن. حوار هو احنا وين شفناك؟ جيت منا ورحت غطيت يم الزلم منا. اسر والله اللي يريد يسلم يخلق فرصة ويسلم. هاي هو هاي مو حجة. خيال ذبت وجهي عليه، الحمد لله على سلامة اسر. اسر الله يسلمك بنت عمي. حوار شلون شفت السجن؟ اسر مثلش غثيث حوار الله يعني لازم نجربه. اسر اضحك جربي شنو اخبار؟ اي والله حوار عاد هسه راح تقول ما عندنا نسوان يطبعنا السجن. ابن عمي واعرف سوالفك. اسر ليش حاسب نفسك على النسوان انتي؟ اضحك خيال درت وجهي اكمل معي جيت كان قبل يتشاقى ويا بنات عمامي عادي بس هسه اداء غامل بشكل مو طبيعي ما اعرف ليش. بقى يحكي وياهم بربع ساعة لحد ما خلصت المواعين عرفتهم وواحد يوم عسل. ظليت يمها اباوع عليها وابجي كل شوية دا تمشي كل شي دا يمشي وياي وياك بالعكس ما ادري شو مسوين بالدنيا ونتعاقب على هاي الطريقة القاسية. صاب الليل وانا يمها احاول احكي وياها عسى لعل تجاوبني بس ماكو نتيجة. اخر شي بسيت فيها من راسها ورجعت ويا ماما البيت. ثاني يوم خلصت اجازتي ورجعت دوامي كانت الدنيا طالعة من عيني.
بس مو بسهولة قدرت أتأقلم، ومرة ثانية والأجواء خصوصا كل شي صار بالمكان إذا كان يوم منتظر وبالسوابية. مر أسبوع على دوامي وماكو شي جديد، صار قاعد الصبح على صوت جهاز جبد، فهذا اتصل جاوبته خيال صباح الخير، في صباح النور خوخ اليوم أسرع يداوم قاضي أبو قصي واعتذر منها حتى يوصلك. وشنو رأيك؟ خيال الأيام عودة صعبة، شلون تصدف أطلع وياه المشكلة؟ وشكله أكيد راح يشك بيه، تعمدت هالشي. فيض لا ولش سمعي، أنا أخابرك ويا طلعة تي وسوي روحك طالعة حتى تركبين تاكسي وتروحين ساعتها، ما راح يخليك ويوصلك هو الممنون. خيال والله ما ليش أقلك. فيض وافقي لك ولش ما تلقين مثل هالفرصة حتى يحشون تحشون راحتكم، بعد كده تصالحون. خيال يلا امشي، خلي أقوم أبدل حتى ألحق عليه، ولا تنسين رمشيلي أول ما يطلع. فيضي ماشي بس استعجلي شوية. سديت الخط منها وركضت، غسلت ورتبت نفسي، تعمدت أخلي مكياج أريد أشوفه حتى يحاسبني، هم يحاسبني لو لا. بس خلصت رمشت لي فيض، نزلت على السريع، فتحت الباب كان أشوف أقبالي، سلمت عليه براسي، مشيت كان يديك هومن قوي. دوت وجهي قبل نزل الجامع، أسأل وين راحة. خيال الدوام غير، أسأل أبو قصي وين. خيال ما يقدر يجي اليوم، أسأل يمشي صعيدي أنا وصلك. خيال لا ما أريد أتعبك، بعدني ما مكمل كلامي عاطبية، أسأل صعيدي إذا أقلك. خيال فتحت الباب صعدت يمه، تحركنا شوية وإحنا ساكتين، بديت أعدن أعدل قلبي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كان ينطق أخيرا. أسأل ليش حاطة مكياج؟ خيال ما حاطة. أسف سحب كلينس بعصبية ومسح وجهي، حيل ها ما حاطه، شوفي زين قبل لا تكذبين. خيال هذا ما تنسه، ما يتسمى مكياج، تريد أراويك المكياج شلون يصير. فتحت جنطتي طلعت الحمرة داخلي، كان يسحب مني حيل. أسف تسوين هاي؟ خيال دا أراويك المكياج شلون يصير. أسف حلو حلو، ست خيال حاطه سيبه بالجنطة، سيبه بالجنطة، خاف تعتازين على ساعة. خيالي مو خيالة حتى أخلي سبير، أسأل ما قاعد أشاغل وياك إن أنا. خيالي شبيك؟ لا ليش هيك مهتم وعصبي؟ أنت مو بالمستشفى؟ قلت لي أنا بتعمك وبس. أسأل بيت عمي وأنا ما أقبل بيت عمي تحط مكياج وتطلع قدام العالم، ما شاد لي قرون ولا شي. خيال ألقى حاجة غير أحسن لك؟ أسأل وش تتغصنين؟ خيال تعرف شخصك كل زين. أسأل بس لا عبالك بعد، بس لا عبالك بعدني احبك. لا بابا صحي من يوم ما شفت ذاك الحقير نايم فوقك ولا شلتش من بالي نهائيا. خيال منو قال هيجي؟ لا لو انا ادري، ما ادري صار بيه. قبل نزلت الدموع ودبت وجهي على الجامع، سكتت هم هو سكت لحد ما وصلنا نزل من السيارة بدون ما احكي ويا حرف واحد. خلص الدوام على اعصابي، وكان كلامه بالنسبة لي مثل الخنجر بالقلب، بحيث ما قدرت اتخلص من وجعه وطول الطريق اليوم. خيال طلعت من المستشفى، بابا على ابو قصي ماكو، خابرته مكالمتين يلا بدعم وينك، كان خلاص دوامي. ابو قصي والله بابا ما ادري صاير، تعبت يا ابو عتن بنشر على ساعة. خيال هاي شنو؟ ابو قصي والله تنتظريني اسويهن واجي بس شوية اتأخر. خيال لا عمو انتظر، حاضر جوعانة بس ارجع وحدي، راح ارجع ابو قصي خابر فداي يجيك لحد ترجعين وحدك. خيال إن شاء الله سديت خط بوعد بالوحدة ونص، هسه لو أخابر فداء الثنتين ما يجيني أفوت أخذ تاكسي أحسن لي، بقابل أول آخر مرة أسويها. جلدت بيومها ضايجة، أنا جوعانة محتارة، ما قدرت أنتظر ولا دارت، مشيت الشاشة بالسيارة بعيد قبل الشبكة، بوعد ولا تشاف بس مشغل الآن. إيه الحمد لله عاد طلع لي واحد بحظ. خيال سلام عليكم. وعليكم سلام أختي. خيال تروح؟ إيه أروح. خيالك قد تأخذ اللي يطلع من إيدك؟ نعمة فضيلة. صعدت وياه وأخذت موبايلي ألعب بالألعاب حتى ألتهي، بين ما نوصل فجأة حسيت أوقف، بوعى الطبيب باستغراب، هاي تصير ليش وقفت؟ ما حسيت صعد ولد اثنين يمي بحيث حصوني، ابن الصم الثالث صعد بالصدر. هاي شكو منو انتم؟ قبل سمعته طق قفل بيبان السيارة وتحرك بسمعة.